انتم على قناة الأولى مباشرة. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، تتابعون في أبرز العناوين. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري لا يعني المغرب ولا يمس ملف الصحراء المغربية، وإجماع أوروبي غير مسبوق على دعم الشراكة المغربية الأوروبية. تنزيل مشروع البرمجة للجميع ب28 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي بتارودانت، مشروع بادرت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تكافؤ الفرص وتجويد قدرات المتعلمين في مجال الرقمنة. بمناسبة اليوم العالمي للبريد، بريد المغرب يطلق مبادرة أول دفعة من 190 دراجة كهربائية موزعة بين 7 مدن في المملكة، والهدف تعزيز وسائل النقل الأقل تلوثاً. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري منفصل عن الواقع ولا تأثير له على قضية الصحراء المغربية. بوريطة أوضح أن قضاة محكمة العدل الأوروبية الذين حكموا بإلغاء اتفاقيتين أظهروا سطحيتهم في معرفة خبايا ملف الصحراء المغربية. تقرير محمد رضا العبيدي. قرار لا يعني المغرب في شيء، سطحية في إدراك حقائق الملف وجهل بخبايا قضية الصحراء المغربية، وأسئلة تتناسل حول قضاة يغادرون مناصبهم يومان فقط بعد الحكم بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بمحكمة العدل الأوروبية. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يكشف حقائق الأمور. قضية الصحراء عندها المجال ديالها الوحيد اللي هو مجلس الأمن، وبالتالي ماشي مسألة ديال المحكمة إقليمية ولا ديال القاضي وهذا. وديوغ كنحل واحد القوس باش كنقول غريب أن القضاة اللي حكموا نهار 4 وسالت المنضى ديالهم نهار 6، الأقل 6 فيهم مشاو، وهذه يعني تسائل بما فيهم. كنظن رئيس المحكمة بنفسه سالت المهمة ديالو يوم 6 في الوقت اللي صدر حكم نهار 4. فمن حيث الاختصاص واضح عند من في قضية الصحراء. عدم اختصاص في ملف يدرك العالم اليوم تفاصيله وحيثياته ومن يقف وراء افتعاله، أما الواقع فيتحدث عن دينامية أطلقها جلالة الملك عناوينها تأييد دولي متنام لمغربية الصحراء ودعم لمقترح الحكم الذاتي وقنصليات تفتتح تباعا بالأقاليم الجنوبية للمملكة. اليوم كاين 19 دولة الاتحاد الأوروبي اللي عبرات على دعمها لهذا الموقف، ودول مهمة سواء لارتباطها بالمنطقة بحال إسبانيا وفرنسا، ودول اللي عندها وزن في الاتحاد الأوروبي بحال ألمانيا بحال هولندا بحال بلجيكا لوكسمبورغ هنغاريا تشيك النمسا، ونمكن نعدهم كاملين، ومازال دول أخرى. هذا هو المسار، هذا هو التوجه اللي كتأكدوا كذلك تواجد قنصليات، اللي كتوجدوا كذلك دعم لسيادة المغرب من قبل دول عظمى، من قبل دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وبالتالي نقطة أخرى سلط عليها الضوء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قرار محكمة العدل الأوروبية جعجعة بلا طحين، قرار معزول دون أثر يذكر، ويتعارض جملة وتفصيلا مع مسار يمضي فيه المنتظم الدولي قدما. توجه اليوم داخل الاتحاد الأوروبي، توجه على المستوى الدولي وخط الطريق دياله. لهذا ما صدر من هذه المحكمة ما لقى أي تجاوب، لا في نيويورك اللي فيها الملف، لا عند الأمين العام، لا عند مجلس الأمن، ولا عند أي طرف. وبالتالي فحال اللي كنقولوا حنا هي ان كو دي بي دون لو، ما عنده تأثير.
قرار معزول انضافت إليه أمس صفعة تلقاها أعداء وحدتنا الترابية في البرلمان الأوروبي الذي رفض إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية في جدول الأعمال. بالمقابل موقف مغربي واضح وصريح. المغرب بحال اللي قال البلاغ ديال وزارة الخارجية لن ينخرط أبدا في شراكة كتمس السيادة الترابية والوحدة الوطنية ديالو نهائيا. والمغرب كيعتبر بان هذا القرار كيهم الاوروبيين بالدرجه الاولى، هما اللي خصهم يلقاو له الحل. المغرب غير معني، الدول الاوروبيه اللي عبرات على هذا التمسك بالشراكه هي اللي خصها تبين كيفاش غتمسك بهذه الشراكه وكيفاش غتلقى الحلول لهذه المساله. قرار زادته عزله مواقف اوروبيه تتعاقب، عنوانها تمسك وتشبت بالشراكه التي تجمع المملكه المغربيه بالاتحاد الاوروبي. ولمناقشة هذا الملف يسعدنا أن نستضيف من إشبيلية بإسبانيا الحبيب شباط، محلل سياسي وعضو الحزب الاشتراكي العمالي بجهة الأندلس. مرحبا بك سيدي. وإذا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري لا يعني المغرب ولا يمس ملف الصحراء المغربية. وسؤالي، ما الذي يجعل من المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار؟ أولا شكرا على الاستضافة. بالفعل لأن المغرب لم يكن طرفا في هذه القضية التي رفعت أمام المحكمة الأوروبية، وهي مسألة في اعتقادي مسألة داخلية أوروبية، والآن كل الثقل على الأجهزة الأوروبية للحفاظ على علاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في كل الميادين. وهذا ما فعلته مباشرة بعد إصدار المحكمة بهذا القرار أن بوندرلاين وكذلك الرئيس المسؤول على الخارجية الأوروبية السيد بوريل أكدوا على أن علاقة الاتحاد بالمغرب هي استراتيجية ولا شيء يمكن أن يؤثر عليها، ورسل رسائل بهذا اطمئنان للمغرب في هذا الشأن. كذلك دول أخرى عبرت عن نفس الشيء مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال، وكذلك الحكومة الجهوية للأندلس المتضررة الأولى فيما يخص إلغاء الصيد اتفاقية الصيد البحري، لأن الصياديين للأندلس هم أغلبية الذين يقومون بالصيد في الأقاليم الجنوبية المغربية، وناشدوا الحكومة الإسبانية للعمل بكل ما وسعها من أجل الحفاظ على علاقات متميزة مع المغرب. إذن فالمغرب عبر عن سيادته على هذه الأقاليم وأنها ليس إذن تعذر يعني استمرار الاتصال بالسيد الحبيب شباط. ربما سنحاول إعادة الاتصال. أو نعم. سيد شباط هل تسمعني؟ نعم أسمع. إذن سأنتقل إلى السؤال الثاني، والذي هو يعني مرتبط طبعا بما كنتم يعني توضحون. قلنا يعني أن قرار محكمة العدل الأوروبية هو قرار مرفوض حتى من الجانب الأوروبي، وسؤالي يعني إلى أي حد نحن أمام قرار غير عادل يعزل الاتحاد الأوروبي عن السياق الدولي؟ نعم، فأعتقد أن هذا القرار يحتوي على ثغرات كبيرة في التقدير، وكذلك تحيز كبير لبعض الأطراف، مما يبين أن له نوعا ما طابع سياسي بدل أن يكون قانونيا محض. وضرب الحائط، يعني ضرب الحائط الاتفاقيات بيننا مثلا التي تنص على أن أي قانون وطني يؤثر على اتفاقيات تجمع بين جهتين أو مع دولتين. فإذا يعني ويبقى كذلك هذا القرار أن المحكمة الأوروبية أثرت في قضية أو بثت في قضية لا صلاحية لها، وأعطت نوع من الشرعية القانونية للشرعية القانونية لهيئة لا تمثل سكنة الصحراء التي تتوفر على ممثليها
في جل الأجهزة داخل الأقاليم المغربية، وأن من له الصلاحية في الحسم في هذا الموضوع كما جاء في تقريركم وكذلك في ما قاله الوزير الخارجية السيد بوريطة هي الأمم المتحدة، وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار البرامج التنموية التي يقوم بها المغرب في الأقاليم في هذه الأقاليم، وأن الاستثمارات التي يقوم بها المغرب تفوق بكثير ما تنتجه هذه الجهات. إذن فاعتقادي هذا القرار هو منحز وفيه ويضم بمصالح الاتحاد الأوروبي بنفسه، لذلك فهو أعتقد أنه يجيب وكذلك هو قرار يجيب لبعض الضغوطات التي مورست من داخل الاتحاد الأوروبي من لوبيات، خصوصا لوبيات الفلاحة وكذلك لوبيات من جهات خارجية. والغريب في الأمر كما جاء فيما قاله وزير الخارجية أن القضاة الذين حكموا هذه القضية 6 منهم تم تبديلهم يومين بعد ذلك، مما يثير عدة تساؤلات. شكرا لك سيد الحبيب شباط، محلل سياسي وعضو الحزب الاشتراكي العمالي بجهة الأندلس، شكرا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من إشبيليا بإسبانيا. ومشاهدينا، في مراكش تتواصل القمة العالمية حول الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته في يومها الثاني، موعد يجمع مئات المسؤولين والخبراء من مختلف بلدان العالم للتداول حول أفاق الهيدروجين الأخضر باعتباره مستقبل الطاقة في العالم. عبد الحميد جبران، مريم بنسكري ومحمد أمين عموري. أهمية بالغة يحظى بها الهيدروجين الأخضر ضمن رؤية المملكة المستقبلية في مجال الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة. وثاني أيام القمة العالمية حول الهيدروجين الأخضر بمراكش كانت مناسبة لاستعراض عدد من الجوانب المتعلقة بتقنيات وتطبيقات هذا المصدر الطاقي الواعد وآفاق تطويره. وهذا المواعيد اللي عندنا باور تو اكس ساميت كتمكننا من الاحتكاك بخبراء اجانب، تطوير علاقات معهم، تطوير مشاريع بحثيه، وكذلك من اجل استدعائهم للمشاركه في برامج التكوين اللي كتكون عندنا في الجامعه. خبراء مغاربة وأجانب من أكثر من 30 بلدا أشادوا بتوجه المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر على مستوى البحث والتطوير، وكذا في وضع البرامج وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. أشارك للمرة الأولى في هذا المؤتمر، أعلم أن المغرب يلعب دورا محوريا في دعم وتزويد معظم الدول بالطاقة الكهربائية بأثمنة جد مناسبة. هذه الطاقة التي تمثل المكون الرئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر. هذا المؤتمر يخول لنا فرصة سانحة لتبادل معلومات وتطوير برامج تكنولوجية جديدة. هي مناسبة أيضا لبحث سبل متطورة في مجال الطاقات المتجددة. القمة منصة أيضا لتنافس الشركات المغربية والأجنبية في اقتراح أفضل الحلول والتقنيات الموجهة لتطوير الهيدروجين الأخضر على مستوى الإنتاج والتخزين والنقل، وهو ما من شأنه تسريع نمو هذا القطاع الواعد في سياق دولي أصبح فيه الانتقال الطاقي ضرورة ملحة في ظل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. ومعنا لمزيد من التوضيحات من مراكش مباشرة السيدة ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. أهلا بك يا سيدة الوزيرة، وسؤالي الأول سيكون عن أهمية انعقاد فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر العالمي حول الهيدروجين الأخضر بمراكش وأهميته في التعريف بالتجربة المغربية في المجال وما تليه الاستراتيجية الطاقية الوطنية من مكانة مهمة للهيدروجين الأخضر. أهلا وشكرا على الاستضافة. هذه طبعا الدورة الرابعة
ديال الورد باور سميت اللي عملناه تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهذه طبعا هذه الدورة الرابعة عرفت أكبر نجاح في التاريخ ديال هذا المؤتمر، أكثر من 1200 مشارك جاي من 35 دولة، لأنه بغاو يعرفوا شنو هما الفرص والرهان اللي كان كيعرف المغرب كممر وحيد ما بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي. فهذه أول مرة كنعرفوها واحد النجاح كبير من حيث الكم، من حيث كيف طبعا نعطيكم واحد المعلومات إضافية على كيفية نجاح هذا المؤتمر. طيب المؤتمر السيدة الوزيرة عرف تنظيم مجموعة من الاجتماعات والورشات والفعاليات الموازية، ما هي أهم مخرجات المؤتمر وما هي تطلعات وانتظارات المغرب والدول المشاركة من هذا الحدث العالمي؟ هي طبعا تطلعات هي كبيره، لان المغرب كيف ما كتعرفوا عنده واحد مجموعه ديال المؤهلات جد مهمه، بما فيه طبعا لا بوزيسيون ديال المغرب ما بين اوروبا والربط ديالنا الطاقي مع ما بين افريقيا واوروبا والمحيط الاطلسي. وطبعا احنا بغينا ناخذوا هاد الدوره كفرصه باش نعاودوا نبلورو جيل جديد من السياسات العموميه. فاحنا عطينا واحد الرهان للمشاركين باش يبرولوا معنا ونتبنوا كلنا نموذج جديد ديال بحلول تقنيه جديده مبتكره، حلول قانونيه وحلول تمويليه ايضا، باش نسرعوا الوتيره ديال الاستثمارات في مجال الطاقي بكل ككل. كيف ما كتعرفوا خصنا نسرعوا الوتيره ديال الاستثمار في الطاقات المتجدده 3 مرات سنويا، خصنا نزيدوا الوتيره ديال الاستثمار في الشبكات 5 مرات سنويا، وهذه واحد الفرصه باش نبلوروا جيل جديد من السياسات العموميه. فطبعا اهم مخرج وغنعرفوا ان هذه الدوره عرفت واحد النجاح اذا تبدينا كلنا واحد تصور جديد، واحد تصور يكون معقلا وواقعي باش نسرعوا الوتيره ديال الاستثمارات في الطاقه. من مراكش كنت معنا على المباشره السيده ليلى بن علي وزيره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه، نشكرك على كل هذه الاضاءات. ومشاهدين إلى شمال المملكة وتحديدا طنجة التي تحتضن أشغال ملتقى ومعرض الأعمال المغربي الليبي في نسخته الثانية. الملتقى يطمح للمساهمة في رفع المبادلات الاقتصادية البينية بين البلدين، ولذلك اختير له شعار الاستثمار رافع للتنمية والتكامل الاقتصادي بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من البلدين. أنيسة أبو مهدي، مريم بن ذكري وسعيد ناجح. الجلسة الأولى من الملتقى تناولت موضوع المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي يزخر بها كل من المغرب وليبيا، حيث تم تسليط الضوء على الإمكانيات التي يمكن أن يستفيد منها الطرفان لتعزيز الشراكات في مجالات متعددة. كما تطرقت المناقشة إلى أهمية تنمية الصادرات بين البلدين، وأبرزت دور المناطق الحرة كمحرك رئيسي لزيادة حجم التبادل التجاري. هاد النسخة هذه هي الثانية من نوعها، واللي كتميز بواحد الكثافة ديال رجال الأعمال الليبيين اللي كيفوت 150 رجل أعمال ليبي اللي جاوا في هذا، وبهذا المعرض كذلك جابوا السلع ديالهم والمواد ديالهم اللي كتعمل، وكذلك كان شركات مغربية اللي هي حتى هي كتعمل العرض ديالها ديال السلع. هذه فرصة لفتح آفاق التعاون في شتى المجالات الاقتصادية، ونركز هنا على قطاع النفط والغاز والصناعة والزراعة وكذلك الصناعات التكميلية. وهذه فرصة من خلال هذا المعرض الذي يمثل واقع حقيقي للمنتج الليبي والمنتج المغاربي، وهي فرصة لتبادل كل الخبرات في هذا الشأن. ويشكل الملتقى منصة لتبادل الأفكار والتجارب في مجالات الاستثمار والتجارة من خلال هذا الفضاء الذي يضم معروضات مغربية وليبية، مما يتيح الفرصة لرجال الأعمال من كلا البلدين تطوير آليات تعاون جديدة. طبعا هذه مش أول مرة نصدر للمغرب، ولدينا اتفاقيات مع شركات مغربية في تسويق التمور، وردنا السنة اللي فاتت كميات معقولة من التمور، ونسعى أن نحن نجد العلاقة ونصدر منتجات أخرى إن شاء الله. نبحثوا على ندير واحد العلاقات مع الدول الأخرى اللي مشاركة في هذا المعرض، وفي نفس الوقت نفرضوا بريزونتيو لي كاليتي ديال لي ماروكان
بانهم يقدروا يصابوا الاحذيه يصابوا واحد الحاجه اللي كاليتي ودهوت كام، وفي نفس الوقت نتبادلوا علاقات مع دول اخرى. ويسعى المنظمون من خلال هذه الفعالية الاقتصادية إلى فتح آفاق التواصل ودراسة سبل التعاون والشراكات الاقتصادية، وكذا وضع برامج اقتصادية مشتركة تسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعاون الاقتصادي المشترك. ودوليا وفي جديد ملف الشرق الأوسط، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من عواقب تصعيد التوترات في المنطقة، مجددا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم العمليات الإنسانية في المنطقة. وتستعد فلوريدا للإعصار ميلتون الذي اشتد مجددا إلى الفئة الخامسة والقصوى، في وقت دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن السكان للفرار محذرا مما قد تكون أسوأ كارثة طبيعية تضرب الولاية منذ قرن. ومع اقتراب ثاني إعصار ضخم خلال أسبوعين من الساحل الغربي لفلوريدا، ساد شعور بالقلق من كارثة محدقة في أوساط السكان الذين سارعوا لتحصين منازلهم والهرب. وأعيد تصنيف ميلتون على أنه إعصار من الفئة الخامسة على مقياس من 5 درجات تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 270 كيلومترا في الساعة. وارتباطا بالكوارث الطبيعية، ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البوسنة الأسبوع الماضي إلى 22 قتيلا، في حين تسابق فرق الإنقاذ الوقت بحثا عن 6 مفقودين قبل هطول مزيد من الأمطار التي استدعت إصدار أوامر إخلاء جديدة بحسب ما أعلنت السلطات. ومع توقع الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، أمرت الحماية المدنية بأن يتم فورا إخلاء سكان المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات. ونعود للأخبار الوطنية بالشأن التعليمي من تارودانت التي تم بها تنزيل مشروع البرمجة للجميع ب 28 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي، مشروع بادرت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تكافؤ الفرص وتجويد قدرات المتعلمين في مجال الرقمنة وتطوير حس الابتكار والإبداع. حجبتك. الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتيك حصص تكوينية استفاد منها تلاميذ المستوى الخامس والسادس من التعليم الابتدائي في إطار قافلة البرمجة للجميع، والتي حطت رحالها بمجموعة مدارس الحفاية بالجماعة الترابية الكدية بإقليم تارودانت. علمونا كيفاش كانت نحركوا سكراتش، وتعلمنا كيفاش نحركوا الروبوت، نعطوه اوامر، نقدموا له اوامر وبشاشه اللمس. هذه حصه ديال الذكاء الاصطناعي، تعلمنا فيها مكونات ديالو واستعمال ديالو. هذا كله في الحقيقه من طبيعه الحال يدخل في اطار تجويد وتطوير التعلمات لدى المتعلمين، بمعنى اخر اننا نحاول دائما يعني ان ناتي بالجديد لهذا المتعلم. وكما رايتم في هذه الحصص كيف ان المتعلمين تجاوبوا وتفاعلوا مع الروبوتيك ومع الذكاء الاصطناعي ومع كذلك سكراتش. تنزيل مشروع البرمجة للجميع على صعيد إقليم تارودانت جانب من تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تطوير قدرات المتعلمين في مجال الرقمنة، وفق مقاربة تشاركية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة والجمعية المغربية لتمكين التعليم الرقمي التي تشرف على تنفيذ وتسيير هذا البرنامج. التلامذ كيتلقاو تقريبا 6 ديال الحصص في خلال يومين، وهاد الحصص بستة كيكونوا فيهم ورشات في إطار ورشة ديال البرمجة، ورشة ديال الروبوت، وورشة ديال الذكاء الاصطناعي. مشروع البرمجة للجميع تم تنزيله ب 28 مؤسسة تعليمية بالعالم القروي بإقليم تارودانت، على أن يتم تعميمه بباقي المديريات الإقليمية للتعليم على مستوى جهة سوس ماسة.
ومن أكادير نربط الاتصال مع السيد عبد الرحيم بالوقات رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تارودانت. مرحبا بك سيدي، وبداية ما هي أبرز تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم التمدرس بإقليم تارودانت؟ شكرا أستاذتي على الاستضافة. أكيد تدخلات المبادرة همت واحد المجموعة ديال القطاعات، خاصة قطاع التعليم فيما يخص توفير وسائل النقل المدرسي، الدعم المدرسي، قاعات متعددة الاختصاصات، فضاءات للرياضة، وكذلك مشاريع كتهم التجهيزات المعلوماتية، وكذلك الحال اليوم مشروع البرمجة للجميع. طيب أين تتجلى أهمية هذا المشروع النموذجي وأهم مكوناته؟ صحيح، هذا مشروع نموذجي على مستوى الإقليم ديال تارودانت، اللي هو أول إقليم على مستوى الجهة ديال السوس ماسا من بين 16 إقليم على مستوى المملكة، باستهداف 507 مؤسسة على مستوى المملكة. على مستوى الإقليم ديال تارودانت كاين هناك 28 مؤسسة كتهم 18 جامعة قروية، باستهداف عدد إجمالي ديال المستفيدين يزيد على 4700. هذا المشروع الهدف ديالو تعزيز، كيف جا في العرض ديالكم، تعزيز يعني روح الابداع، الابتكار، اعطاء للتلاميذ المستوى الابتدائي واحد المجموعه ديال الابجديات ديال البرمجه من اجل الرفع من المستوى ديالهم. هذا المشروع انخرطت فيه المبادره بالتمويل الكامل اللي كينهز 750 الف درهم، وبشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. السيد عبد الرحيم بلوقات رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تارودانت، شكرا لك على كل هذه الإضاءات، كنت معنا مباشرة من أكادير. وبمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي يخلد اليوم، بريد المغرب يطلق مبادرة أول دفعة من 190 دراجة كهربائية موزعة بين 7 مدن في المملكة. بريد المغرب يسعى من خلال هذه المبادرة لتعزيز وسائل النقل الأقل تلوثا. أمي منشار وحسن منظور. في إطار سياسته الاجتماعية، يواصل البريد جهوده لتعزيز حلول التوزيع البيئية والمستدامة، وذلك بإطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز وسائل النقل الأقل تلوثاً وتقليل الأثر البيئي لنشاطات التوزيع. في إطار سياسة المسؤولية الاجتماعية ديالها، مجموعة بريد المغرب ومن خلال إطلاق الدفعة الأولى ديال 190 درجة كهربائية في 7 ديال المدن في المغرب، كتواصل الأعمال على البرنامج ديالها للتوصيل الأخضر ديال البريد والطرود، اللي بدا في 2022 باستعمال 225 سيارة كهربائية. ومن هنا إلى نهاية سنة إن شاء الله غادي نزيدوا نستعملوا أكثر من 450 درجة كهربائية إضافية، باش نعمموا هذا النوع ديال التوصيل الإيكولوجي على معظم المناطق في المغرب. مبادرة تعكس التزام المجموعة بتقليص بصمتها الكربونية وتعزيز وسائل النقل المستدامة، حيث تم تجهيز الدراجات الكهربائية ببطاريات قابلة للإزالة توفر مدى يتراوح بين 80 و 100 كيلومتر. الحمد لله سهلت علينا الامور، حيث ان الصباح كنا كنمشيو نقلبوا على لي ستاسيون دو سيرفيس باش نديروا ليسونس. الحمد لله الان دابا مع هذه الدراجه هذه كندخلوا الصباح كنديروها في لاشارج، وكنطلعوا نديروا عمليه ديال الفارز وعمليه ديال الترتيب، وملي كنرجعوا للدراجه الناريه كنلقاوها الحمد لله شارجي، وهذا سهلت علينا الامور. حتى بالنسبه للوقت ما بقاش عندنا عائق كبير، لقينا واحد الاستعمال، واحد الاريحيه كبيره، لا من ناحيه في الازقه، في في الطريق، فمهم هي في الاستعمال ديالها جيد، احسن من السابقات ديالها المطر العاديين، ولقينا راحتنا في الحقيقه، راحتنا بزاف في هاد الدراجه الكهربائيه اللي سهلت علينا المهام ديالنا داخل المركز وخارج المركز. مع اقتناء أكثر من 650 دراجة كهربائية، يخطط بريد المغرب لتوزيع الدفعات المتبقية على مرحلتين بحلول نوفمبر القادم، ما سيسمح بتوسيع استخدامها والمساهمة في تحويل حظيرة التوزيع إلى أسطول صديق للبيئة. إلى التذكير بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري لا يعني المغرب ولا يمس ملف الصحراء المغربية، وإجماع أوروبي غير مسبوق على دعم الشراكة المغربية الأوروبية.
تنزيل مشروع البرمجة للجميع ب28 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي بتارودانت، مشروع بادرت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تكافؤ الفرص وتجويد قدرات المتعلمين في مجال الرقمنة. بمناسبة اليوم العالمي للبريد، بريد المغرب يطلق مبادرة أول دفعة من 190 دراجة كهربائية موزعة بين 7 مدن في المملكة، والهدف تعزيز وسائل النقل الأكثر أو الأقل تلوثا. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.